نرجع للاخبار ونقول لكم وكاله سير الايطاليه عملت لقاء مع قداسه البابا تواضروس، والذي اكد خلال هذا اللقاء اننا نود ان يفهم الجميع ان المسيحيه متجذره بعمق في الشرق الاوسط. نحن نؤمن ونثق بان الصلاه هي اعظم قوه لاخراجنا من كل المشاكل. وشدد قداسه البابا في تصريحات للوكاله الايطاليه: من المهم ان يفهم الجميع تقاليدنا والمبادئ التي نعيش عليها، وعلى الجميع الا يتدخلوا في الشؤون الداخليه لبلادنا. يمكننا حل كل المشاكل بروح الحب والحوار والتفاهم. وعلى صعيد موازي، اعرب السفير هشام بدر سفير مصر بروما عن تقديره لقداسه البابا تواضروس الثاني كقيمه دينيه ووطنيه ورمز مصري وسفير يرفع اسم مصر عاليا في شتى المحافل الدوليه. وقال السفير بدر ان قداسه البابا يقدم صوره صادقه عن الوطنيه، ولما لا، وهو الذي حمى مصر وشعبها من الانقسام والفتن ودافع عن سلامة الوطن خلال الأزمات التي مرت بها مصر، لافتا إلى أن البابا تواضروس يعد قيمة دينية يقدم رسالة المحبة لكل العالم، وأن مقابلة قداسة البابا للرئيس الإيطالي أمر يقوي ويزيد أواصر هذه العلاقات، وأن وجود علاقات طيبة مع البابا فرانسيس ووجود علاقة متميزة وعلاقة محبة وصداقة بينهما يدعم العلاقات بين مصر والفاتيكان أيضا. كان قداسة البابا قد توجه في زيارة إلى إيطاليا للمشاركة في يوم الصلاة لأجل السلام في الشرق الأوسط، والذي أقيم بحضور لفيف من رؤساء الكنائس. أنا بحيي الحقيقة سفير مصر في إيطاليا. يعني الحقيقة يعني أجاد وأفاد وأحسن القول لما اتكلم عن قداسة البابا تواضروس الثاني، واتكلم عن العلاقة بين مصر وبين إيطاليا، وبين قداسة البابا تواضروس وبين قداسة البابا فرنسيس. فالحقيقة يعني أنا بحيي سعادة السفير المصري في إيطاليا على هذا الكلام الطيب السفير هشام بدر.